ذكر الصفحة. السلام عليكم. كما نقول الحمد لله ربي وفقنا وكملنا الماتش 2-0. كانت ماتش كما نقولوا ماتش صعيب، واش ماتش صعيب مع كري ليكيب الكلاسمون تاعها كانت كما نقولوا تلعب بريحية. احنا كان عندنا الضغط ان لازمتنا نربح الماتش هذا باش نحافظ على الكلاسمون تاعنا وباش نبينوا باللي رانا احنا نستاهلوا كما نقولوا الطلعه. والحمد لله وفقنا ربي اللي ما خيبناش الجمهور هذا كامل، كان عام كامل ورانا ويساند فينا، ونقول لهم بربي ان شاء الله ان المقنه راهي طلعت، وان شاء الله ما يكون كان غير حوايج خفيفه فك تكون مازالت، وان شاء الله هذه الفرحه بدايه مش شويه، الماتش الجاي ان شاء الله تكون اكثر من هكا ان شاء الله. السلام عليكم.